السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين لبس عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم جيت نشارك معكم كيكة طالعة من فوخة مع السير الناجح ديالها، والمذاق رائع، البنات غير جربوها. وبلا ما نطول عليكم تبعوا معايا المقادير والطريقة. نبدأ بسم الله. المقادير عندي هنا 3 البيضات، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس عامر ديال الحليب، كاس الا ربع ديال السكر، فانيليا، شويه ديال الملحه، الجوزه والكركاع مقطع طريفات صغار، وشويه ديال الزبيب مقطع حتى هو طريفات صغار. وعندي 3 كؤوس دقيق ابيض، وجوج خمارات حمرين او بيكينغ باودر، وعندي الشوكولا السوداء وشوكولا بيضاء قطعتهم طريفات صغار حتى هما غير الشوكولات هكا يا مربع، قطعهم كل قطعه قطعتها 6 طريفات صغار. الحليب سليه تقريبا نصف ملعقه صغيره تقريبا من الخل، وشويه ديال الملح، هذا هو السر اللي كيخلي الكيك ديالنا طالع وبشيش ومنفوخ.
وبالنسبه للفواكه الجافه ضفت ليهم شويه ديال الدقيق وخلطتهم مزيان بهذه الطريقه باش ما يهبطوش لينا في القاع ديال الكيك. والكيكة ديالي كنتمنى تعجبكم، ولا عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وديروا لي اللايك وخلوا لي التعليق ديالكم. السلام عليكم، تلقوا في فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله.